بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من محاضرات القانون الإداري. في المحاضرة السابقة توقفنا عند بدأنا بمناقشة المال العام، وهناك طالب نبهني عندما كنت أتحدث عن حماية المال العام كنت أستعمل حماية النظام العام، وللتصحيح أرجو الانتباه، كل الحديث يأتي عن حماية المال العام وهو قلنا وسيلتين. لابد من الاستعراض السريع، عرفنا ما هو المال العام وأنواعه، ثم انتقلنا للنظام القانوني وقلنا لكي يكون المال العام أنه هو ذو طبيعة خاصة، أن يكون خاضع للقانون العام وأن يكون شائع، أي استعمال الجميع بالمساواة، ولا تجوز ملكيته أو بيعه أو شراءه. هذه هي طبيعته، يعني المهم أن يكون خاضع للقانون العام ومشاع الاستعمال للجميع بالمساواة. لكن لاحظنا هناك بعض الاستثناءات تحصل، هناك بعض المجالات أنه رغم هي مال عام لكن مخصصة لاستخدام خاص، مثل كما قلنا معسكرات الجيش أو المدارس أو الجامعات، وقلنا يجب أن يكون مال عام مخصص لمرفق عام، أي تعود ملكيته للإدارة العامة المرفق العام، ولا يجوز الحديث عن مسألة المال العام إذا كان لا يمكن أن يكتسب هذا الصفة إذا كان خاضع لتابع القطاع الخاص، سواء أفراد طبيعية أو معنوية. ولذلك المرفق العام قد يملك أموال منقولة أو غير منقولة وثابتة، وفي هذه الحالة طالما هو مخصص لهذا المرفق ويملك المرفق فهو مال عام. والخاصية الثالثة بالنظام القانوني أن يكون مخصص للمنفعة العامة، وقلنا كل يعني الإطار العام للإدارة العامة في الدول هو أنه تقدم خدمة عامة أو تسد حاجة عامة، ولذلك المال العام لا يمكن في هذه الحالة حزه أو التصرف به أو امتلاكه بطريق التقادم طالما هو يكسب صفة المال العام. أما إذا أرادت الدولة أن تغير صفة المال العام إلى مال خاص فيجب أن يكون هناك بناء على قانون أو قرار يحول من قانون عام من مال عام إلى مال خاص، ويمكن في هذه الحالة بيعه أو شراءه أو رهنه وإلى آخره. هذا بالنسبة أما مسألة اكتساب المال العام تحدثنا عن طريقة اكتسابه عن طريق الاستملاك وعن طريق الاستعمال المؤقت أو وضع اليد المؤقت أو عن طريق الاستملاك الدائم من قبل إدارة معينة لاستخدامات محددة يمكن استعمال المال العام. ثم تحدثنا أيضا عن مسألة حماية المال العام، وقلنا هناك شكل من الحماية، الحماية المدنية، والذي يقصد فيه أنه أولا هو غير قابل للتصرف، غير قابل المال العام للحجز عليه، وغير قابل لاكتسابه بالتقادم، والمجموعة القوانين تحمي المال العام. وهناك أيضا الحماية الجنائية، أي الحاق الضرر أو سرقته أو اختلاسه أو تزويره، يعرف من يقوم بهذا العمل سواء كان فرد عادي أو موظف إلى جرائم، ويعرض نفسه لعقوبات السجن أو الغرامة أو بالعقوبتين معا. ثم انتقلنا إلى مسألة انفاق المال العام، ولاحظنا طالما قلنا الدولة تحصل على المال العام بشتى الوسائل القانونية طبعا
وتحدث معنا الاستملاك في حالة وجود مشاريع عامة، فتح طرق أو إقامة جسور أو بناء منتزهات، مع تعويض المالكين الأصليين. وأيضا قلنا فيما يخص الاستيلاء المؤقت في حالات الطوارئ، ويجب أن يعاد المال إلى صاحبه بعد انتهاء حالة الطوارئ مع التعويض العادل، وإعادة البناء كما هو إذا كان في أضرار يعوض أو الإدارة العامة هي تعيده إلى حالته الأولى. وأيضا قلنا مسألة وضع اليد إكمال مشاريع معينة بشكل مؤقت كمخازن وغيرها، أيضا لقاء التعويض هذه. أما بالنسبة وقلنا الاكتساب عدا هذا هي ما تمتلك الدولة من ثروات طبيعية، من معادن، من بترول، غاز إلى آخره، مناجم، هذه كلها تعتبر تابعة سواء تستثمرها بشكل مباشر أو تعطيها الشركات لقاء ضرائب معينة. الانفاق عادة يأتي على جميع مرافق الدولة، وقلنا الهدف العام من وجود المرفق العام هو سد حاجة معينة أو تقديم منفعة عامة في مختلف المجالات، ولذلك الدولة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار من خلال وضع الميزانية السنوية في باب الواردات وباب النفقات، وتخصص لكل مؤسسة أو دائرة أو مرفق عام ميزانية معينة كذا المخصص لها، وأبواب الأنفاق معروفة، وتجري المحاسبة على هالأساس في حالة التجاوزات بالنسبة لذلك. الآن ننتقل إلى المحور الآخر الجديد، هو مسألة المال العام في الدولة الإسلامية. الواقع احنا نعرف بالنسبة للدولة الإسلامية سواء قبل قيامها أو بعد قيامها، المال العام سمي ببيت المال، و القرآن الكريم حدد بشكل واضح وبنصوص صريحة مسألة ما هي موارد بيت المال في الدولة الإسلامية، فاعتبرت هذه الموارد هي فريضة على المسلمين، وكان أول فريضة وردت في القرآن الكريم هي ما يخص الزكاة، وهذه الفريضة وردت زهاء 30 مرة، وكلها وفي 27 مرة منها مرتبطة بالفريضة الثانية بالصلاة مباشرة، يعني قيموا الصلاة وأوتوا الزكاة. فالواقع هذه إذن من الفرائض الأساسية والتمويل الأساسي لبيت المال هي مسألة الزكاة. الفريضة الثانية التي وردت في القرآن وتجاوزت أيضا عدة مرات 12 أو أكثر مسألة الصدقات، وأيضا لكل نص من هذه وضح القرآن الكريم ما هي أوجه وأبواب الصرف لهذه الواردات أو هذا المال المكتسب. ثم هناك أيضا الفريضة الثالثة التي وردت في القرآن الكريم بنص صريح هي مسألة الخمس. هذه الفرائض الثلاثة وردت بشكل أمر، يعني وليس أنه مسألة تقديمها كحسنة أو بشكل طوعي من الإنسان يقدمها، وإنما سبحانه وتعالى أمر العبادة أن يقدموها بشكل إلزامي إلى المجتمع أو نسميها كما قلنا بيت المال أو إلى الدولة. فالواقع كما قلت بالنسبة للزكاة قوله تعالى أقيموا الصلاة وأوتوا الزكاة، وفي الخمس كما ورد في الآية 41 من سورة الأنفال أي تقول بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا إنما غنمتم من شيء فلله الخمس وللرسول وإلى آخر الآية. فإذا في الحالتين تأتي على صيغة الأمر أنه يجب أن تدفع هذه الفريضة
أو إذا نسميها بالمفهوم المعاصر هذه الضريبة المفروضة على العباد. أيضا لو أخذنا الصدقات فجاء في الآية الكريمة 103 من سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة. يعني هناك صيغة الأمر أن يجب أن يدفعوا الصدقة تطهرهم وتزكيهم. ففي هذه الحالة هذه الفرائض الثلاثة كما قلت جاءت على صيغة الأمر والطلب من العباد أن يقدموها. وطبعا الإنسان القرآن الكريم تحدث عن مختلف جوانب الاقتصاد وخاصة قضايا تحريم الاحتكار وشجع الأعمال الحرة، الأعمال التجارية، البيع، الشراء، الصناعة والزراعة. والآيات الكريمة في هذا الميدان كثيرة جدا. و أيضا القرآن الكريم من ناحية الاقتصادية حرم إفساد البيئة وطالب بتنقية المحيط، يعني من جملة الحديث الشريف النظافة من الإيمان، ولا يقصد هنا فقط نظافة اليدين والجسد، نظافة النفس، نظافة المحيط كلها. والقرآن الكريم أكد على مسألة البيئة وحمايتها وحرم كل أشكال الإفساد والفساد. وأيضا تحدث عن مسألة الربا وأن القرآن الكريم ورد النص الصريح يمحو الربا ويربي الصدقات. فيما يخص من المعروف أن الأركان الأساسية في الإسلام هي خمسة، تأتي القضايا فريضة الزكاة في المرحلة الثالثة بعد الشهادة والصلاة تأتي الزكاة. فأهمية الاقتصاد في معالجة وتقديم المنافع العامة وخدمة المجتمع هنا تتضح بشكل واضح وصريح من أهميتها، ووضعت في المرتبة الثالثة بعد الشهادة والصلاة، ثم مسألة الزكاة و صوم شهر رمضان والحج ومن استطاع إليه سبيلا. طبعا هنا لا نريد أن ندخل في تفاصيل الزكاة، فريضة الزكاة وكيف تستقطع سواء عن الأموال والمعادن النفيسة، الذهب والفضة أو خراج الأرض أو عن الماشية وعن كل شيء. يعني هذه مسائل ليست غير، لكن اللي كان نود أن نوضحه أن هناك فيما يخص بيت المال يأتي تزويد موارده كفرائض في القرآن الكريم، وكما قلت يأتي في مقدمة الزكاة، ثم مسألة الخمس والصدقات. أما الإنفاق، إنفاق البيت المال في الدولة الإسلامية، فأيضا القرآن الكريم بالنسبة لهذه الفرائض الثلاثة وضح كيفية إنفاقها، يعني كنص صريح كما دعا إلى أخذها وأمر الناس بتقديمها، أيضا وضح أوجه الصرف لهذه الأموال. وهناك الآيات كثيرة نورد بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للزكاة أشارت الآيات إلى أوجه الصرف، منها أنه تصرف على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب والإنفاق في سبيل الله. أما الخمس فنعود أيضا إلى الآية 41 من سورة الأنفال التي ذكرت بسم الله الرحمن الرحيم وحددت أوجه الصرف وقالت: واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأيضا من قضايا الصدقات
ورد أيضا في الآية الكريمة الآية 60 من سورة التوبة تقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إذن يعني نلاحظ هذه الفرائض الثلاثة كما أوردها وجوبية وإلزامية على العباد أيضا وجه أو بين أوجه الصرف. وطبعا من أوجه الصرف في الجانب الشرعي هو مسألة السقاية اللي كانت للحجاج وتعمير البيت الحرام، ثم طبعا عندما توسعت الدولة الإسلامية وامتدت أطرافها وكما قلنا استفادت من مسألة الدواوين وغيرها، نلاحظ أنه مرافق الدولة توسعت وخاصة مرفق الجند وغيرها والقضاء والمدارس، فالانفاق تعدد، وأيضا مسألة الواردات الدولة ازدادت من خلال الغنائم وغيرها ومن خلال إدارة الدولة، فإلى أن وصل في الأواخر العهد العثماني إلى دولة أخذت من الدول الأوروبية فيما يخص مسألة الضرائب وأشكال أخرى متعددة. فهذا بشكل ممكن أن نقول سريع ومختصر في بالنسبة إلى بيت المال من أين يكتسب وكيف ينفق. ولذلك طبعا بالوقت الحاضر كما نعلم أنه الدول العربية عديدة جازت 50 دولة 53 دولة وكلها طبعا وضعت دساتير الخاصة، رغم أنها تضع نص أنه الشريعة مصدر من مصادر القانون وبعضها تقول مصدر أساسي، لكن كلها تتبع الطرق المعاصرة في فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وهناك المرافق العامة العديدة وأسلوب إدارة الحكم المحلي. فإنفاق الدولة توسع وتعدد، وممكن في كثير من الدول أصبح هناك مسألة التبذير في الأموال ولا تنفق حسب الشريعة الإسلامية حسب ما ورد في القرآن الكريم. ولذلك نلاحظ كثير من هذه الدول أصبحت دول مدينة للدول الأجنبية بمبالغ طائلة تفوق طاقاتها الإنتاجية، وحتى مسألة هذه خدمة الديون أخذت منها مأخذا كبيرا وواسعا، لأنه هذه الديون الواقع عليها خدمات فوائد سنوية تتجاوز البلايين من الدولار سنويا على هذه الدول دها. ولا توجد في الوقت الحاضر تقريبا دولة إسلامية غير مدينة للخارج. وكما تعلمون يعني الآن نتحدث في الوقت الحاضر وهناك منظمة التجارة العالمية التي تنعقد في الدوحة في قطر لمعالجة مختلف شؤون قضايا الاقتصاد، وأصبحت هذه المؤسسة الواقع تعتمد على حضور الحكومات والمؤسسات الخاصة خاصة الشركات الكبرى العابرة للقارات أو اللي تسمى متعددة الجنسية وهي ثقلها كبير جدا في اقتصاد العالم، أصبحت الآن لطرح ومعالجة المشاكل، مشاكل البيئة، مشاكل التجارة، مشاكل الحصص. وكما نلاحظ أنه بعض طبعا الدول الغنية والمتطورة طرحت مسألة إلغاء الحدود أو فتح الحدود بالنسبة للتجارة بشكل عام، لكن هناك بعض القضايا الكثيرة لا تزال مسألة تناقض ومناقشة حادة ومنافسة، خاصة ما ألحقتها بالبيئة من أضرار والاحتباس الحراري.
طبعا مسألة الاحتباس الحراري أكثرها يأتي من الدول الصناعية المتطورة، وهناك تناقض في كيفية تخفيض هذا التلوث لأجواء الكرة الأرضية، وهناك المسائل الزراعية أيضا المختلف عليها خاصة بين أوروبا وكيفية رفع الدعم أو إبقاء الدعم. طبعا الجانب الأضعف هو الدول النامية بشكل عام لكونها كلها مدينة ولكونها اقتصادها ضعيف، والواقع طالما مشخص الأمور لابد من السعي لتحسين الاقتصاد ومعالجة هذه المشاكل. بهذا نكون انتهينا من الأداة الثانية كما قلنا في النشاط الإداري وفي الإدارة العامة، وهي مسألة توفر المال العام ابتداء الموظف، الأداة الأولى، والأداة الثانية المال العام. الآن ننتقل إلى موضوع جديد ومهم، وهو وسيلة تسوية المنازعات في عمل النشاط الإداري، وهو القضاء الإداري. لو سمحتم هذا الشيء، القضاء الإداري طبعا الوسيلة الأساسية التي بيد الأفراد الذين يتضررون من القرارات الإدارية في اللجوء إلى لتصحيح الوضع، فهو المفروض أنه بشكل عام تصرفات الإدارة خاضع لمبدأ المشروعية. سبقا ناقشنا وشرحنا هذا الموضوع. المبدأ المشروعية هو كما قلنا خضوع الدولة للقانون، هو المبدأ العام اللي يعبر عنه سيادة القانون، أي أن الحكام والمحكومين يخضعون للقانون بنفس المستوى ونفس الدرجة، لأنه إذا كان الحاكم لا يخضع للقانون الذي هو من صنع أساسا، فهو الواقع يتحول إلى أي تسمية، سميه دكتاتور، سميه خارج سيادة القانون، سميه متعسف، أي تسمية يمكن يكسبها. ولذلك لا يمكن الحديث عن دولة قانون ودولة مؤسسات دون خضوع الحكام والمحكومين للقانون. ومن باب أولى أن الحاكم أن يخضع نفسه للقانون الذي هو يصنعه ليعطي النموذج لكي الناس تحترم القانون وتلتزم به، بعكس ما أن يقوم هو بانتهاك القانون. فمبدأ المشروعية هو انسجام تصرفات الإدارة العامة مع القواعد القانونية السارية المفعول، وأي انتهاك أو تجاوز لها هو معناها تجاوز للمشروعية السائدة في الدولة. ولذلك نلاحظ أنه من يستطيع أن يفحص ويراقب تصرفات الإدارة في هذا الميدان هو القضاء، ولذلك منح القاضي سلطة رقابة التصرفات الإدارية، ومن خلال الدعاوى التي تثار أمام القاضي، وللقاضي أن يصدر أحكامه وما يرتئيه، وفي هذه الحالة تعالج الأوضاع. طبعا القضاء الإداري احنا سبقا قلنا هو يعتبر مصدر أساسي في نشوء القانون الإداري، يعني القانون الإداري هو قانون حديث النشأة مقارنة بالقوانين الأخرى، والقضاء الإداري هو الذي أرسى قواعد القانون الإداري، ولذلك له دور كبير في خلق قواعد القانون الإداري وصياغتها. فمن هنا تسمى أحكام القضاء الإداري تسمى بالمبادئ العامة للقانون الإداري. ولذلك هنا سنتناول بالنسبة للقضاء نتناول مسائل أساسية.
ثم ننتقل إلى الدعاوى التي ينظرها القضاء الإدارة، وهي دعوة ألف. دعوة ألف باء دعوة التعميم. إذن سنتناول بالشرح والتوضيح نشأة القضاء الإداري، ثم الدعاوى التي ينظرها القضاء الإداري، وهي تشمل دعوتين: دعوى الإلغاء ودعوى التعويض. الواقع بالنسبة لنشأة القضاء الإداري، احنا لاحظنا قلنا هناك الدول إما أن تأخذ بالقضاء الموحد أو القضاء الواحد، وهو ينظر في القضايا الإدارية والقضايا العادية بشكل عام، لا يوجد قضاء إداري وقضاء عادي، وبعض الدول تأخذ بالقضاء المزدوج وهو القضاء الإداري والقضاء العادي. وقلنا القضاء الإداري هو أساسا نشأ في فرنسا، وخاصة بعد قيام الثورة الفرنسية، وسبق أن شرحنا هذا الموضوع، لأن القضاء كانت سمعة سيئة، والإدارة قامت بمنع البرلمانات القضائية اللي كانت تسمى، وتولت هي صارت الإدارة القاضية. والتطور اللاحق اللي حصل في هذا بعد ذلك، واعتماد الإدارة الفرنسية عندما استقرت الأوضاع وبدت تستشير القضاة في بعض الأمور، إلى أن تدريجيا نشأ مجلس الدولة، بدأ يعطي الآراء الاستشارية بالقضايا الإدارية، ثم نشأ القضاء الإداري الذي هو القضاء الحاسم فيها. سبق أن ناقشنا هذا الموضوع ووضحناه في البداية، ولذلك يعني القضاء أصبح في حسم الشؤون أو المسائل التي تثار بين الأفراد والإدارة دور أساسي وجوهري. وانطلاقا من وجود القضاء الإداري، أصبح هناك حق لجميع الأفراد بمراقبة تصرفات الإدارة، وهذه التصرفات سواء كانت تصرفات قانونية أو تصرفات مادية. التصرفات المادية عادة هي مسألة المباني وفتح الطرق وبناء الجسور وغيرها، هذا الواقع يمكن، هذه هي التي تخضع للقانون الخاص وليس للقانون الإداري، لكن السلطة الإدارية هي مخولة بممارسة أعمال الرقابة على القرارات الإدارية أي القانونية من الجانب القانوني، وهذه كما قلنا تختلف من دولة إلى أخرى. أما القضاء العادي ينظر في الاثنين، في القرارات الإدارية والعادية، أو في بعض الدول وخاصة في فرنسا التي فيها القضاء المزدوج. والواقع هذا بالنسبة للقضاء الإداري. إذن دوره هو مراقبة مشروعية القرار الإداري مدى انسجامه مع القواعد القانونية السائدة في الدولة معينة. ولذلك أبرز الوسائل التي يلجأ إليها المواطنون لإثارة أو طلب تدخل القضاء في هذا المجال هي كما قلنا وسيلتين: إما وسيلة إقامة دعوى إلغاء القرار، أو دعوى التعويض. الدعوى الإلغاء هي أن تقام أمام القضاء الإداري بطلب إلغاء قرار معين يمس
شخص معين في حقوقه. وطبعا هذه الدعوة معناتها الطعن في مشروعية القرار الذي اتخذته الإدارة، وسواء لتجاوزها السلطة المخولة لها أو مسألة الحاق أضرار معينة بشخص معين. الشروط الدعوة الإلغاء لابد ابتداء أن يكون هناك قرار مسبق صادر من سلطة إدارية، يعني بدون وجود قرار مسبق مثبت أي مكتوب مدون على الورق لا يمكن الحديث عن دعوة الإلغاء. فإذا أول شرط تتطلب دعوة إلغاء القرارات أنه وجود قرار مسبق مكتوب من قبل الإدارة العامة، وهذا القرار مشكوك بصحته ومطعون بمشروعيته ويمس حقا من حقوق المدعي الذي أقام الدعوة. الشرط الثاني من شروط دعوة الإلغاء، إذا كان الشرط الأول هو وجود كما قلنا قرار إداري مسبق مكتوب ومدون، الشرط الثاني هو وجود مصلحة للمدعي في إقامة الدعوة، دعوة إلغاء القرار، أي أنه لا يحق لشخص لم تمس مصلحته في إقامة مثل هذا إقامة مثل هذه الدعوة، وإنما المتضرر أساسا هو الذي يملك حق تحريك الدعوة ضد القرار. وطبعا في هذه الحالة المتضرر يجب أن يكون أهلا لإقامة الدعوة، وأن لا يكون هذا قبل صدور القرار، يعني المهم أنه القرار صدر ومسحق من حقوقه وله مصلحة في إقامة الدعوة. وأيضا إذا المدعي إذا كان قد اعترف بالقرار فلا يجوز له إقامة الدعوة، لأنه مثل ما معروف في القضايا القضاء أنه الاعتراف سيد الأدلة، فإذا كان ما اعترف بالقرار فلا يحق له أن يتراجع ويطلب إقامة دعوة إلغاء القرار. فإذا الشرط الأول أن يكون قرار موجود، ثم أن تكون مصلحة. والمبدأ المعروف في القضاء أنه لا دعوة بدون مصلحة، يعني القاعدة العامة أن تكون لك مصلحة ولذلك تقوم بإقامة الدعوة. والعبرة بإقامة الدعوة هو تاريخ تحريك الدعوة، يعني التاريخ كيف، إما أن يأتي إصدار القرار في الجريدة الرسمية، كان يكون مثلا قانون أو مرسوم وينشر في الجريدة الرسمية، فهنا في هذه الحالة تاريخ النشر يعتبر تاريخ. بعض الدول حددت الطعن أو قيام الدعوة إلغاء القرار بستين يوما من تاريخ صدور القرار، سواء هذا نشر في الجريدة الرسمية أو من تاريخ التبليغ المباشر للشخص الذي صدر القرار بحقه. فعندما يبلغ بشكل رسمي بالقرار وليس نتيجة القرار، أنا أقول على سبيل المثال أنت فصلت، لا، لازم يكون النص الكامل للقرار يبلغ بشكل رسمي، يأخذ توقيع أنه مبلغ. ففي هذه الحالة بعد أن يطلع على القرار ويشك بمشروعيته أو يطعن بمشروعيته فيستطيع أن يقدم هذا، لأنه الدعوة إلغاء القرار بعد أن يصدر الحكم من القاضي فيمحي كل آثار القرار، يعني لا ينتج أي أثر بالنسبة للمدعي الذي أقام الدعوة. ولذلك كما قلنا إذا يجب أن تكون هناك مصلحة فعلية ومباشرة للمدعي، وليس احتمال وجود
ضرر أو الحق ضرر لاحق يعني. يعني المسألة الأساسية صدر القرار وبلغ وفعلا هناك مصلحة له تضررت ومن حقاني قيمتها. الشرط الآخر في دعوة الإلغاء إذا كان الأول هو وجود القرار والثاني المصلحة، الشرط الثالث هو مراعاة مسألة الإجراءات الشكلية والمهل، يعني المهلة التي تعطى. فبالنسبة للإجراءات الشكلية الواقع كما قلنا المشرع وضع مهل خلال شهرين 60 يوم، فإذا تجاوزت هذه المدة ولم يطعن فيه في هذا الحالة يصبح القرار نهائي وانتهت مدة ولا يجوز الطعن فيه. ومن ناحية السبب في هذا هو إضفاء حالة من الاستقرار على الحياة العامة والعلاقات، لأنه إذا ظل مسألة الطعن مفتوح في أي وقت وفي أي سنة وفي بعد مرور أي شهر، هذه المسألة تعتبر خطرة على استقرار الحياة والعلاقات القانونية القائمة، ولذلك المشرع حدد هذا المهل. أما بالنسبة لقضايا الإجراءات فهناك إجراءات أساسية حددها القانون، كان يتطلب نصاب معين أو أن تتخذ مسألة استشارات جهات معينة، فإذا تجاوزها صاحب القرار لهذه الأمور الإجرائية فيمكن الطعن فيه من ناحية الشكل والإجراء، ولذلك يصبح حق لصاحب المصلحة أن يطلب أمام القضاء الإداري بإلغاء مثل هذه. على سبيل المثال بالنسبة للقانون المصري المادة 24 رقم القانون رقم 47 لسنة 72 نص ميعاد رفع الدعوة أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء 60 يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلام صاحب الشأن. هذه هي أولا حدد القانون 60 يوم وحدد 3 وسائل، إما أن ينشر في الجريدة الرسمية، وطبعا القرارات المهمة والرئيسية القوانين والقرارات تنشر في الجريدة الرسمية، أو تنشر في اللوحات الخاصة أو الإعلام الخاص داخل الدائرة أو المصلحة المعروفة كلوحات الإعلانات، والطريقة الثالثة وهذه المهمة أيضا ومسألة تبليغ صاحب الشأن مباشرة. نفس الأمر هذا صار عليه القانون الفرنسي والقانون اللبناني. في حالة أن كما قلت انقضاء هذه المدة ولم تحقق الدعوة يصبح الأمر بات وغير مقبول الطعن أو إقامة الدعوة الإلغاء. ولكن الواقع توجد حالات استثنائية ممكن بعد انقضاء المدة أن تقام مثل هذه الدعوة إذا كان هناك مس بالمنفعة العامة، يعني بالإضافة إلى أنه حقوقها تأثرت لكن هناك مس بالمنفعة العامة والهدف من الدعوة هو تحقيق المنفعة العامة، أو بسبب مراجعة تبعية يعني نفس الدائرة وكذا تعمل مراجعة دورية، وأثناء المراجعة وجدت ناس أنه القرار فيه عيب، ولذلك أحد المتضررين في هذه الحالة أيضا يستطيع إقامة الدعوة، أو في حالة وجود طلبات متقابلة من الطرفين المدعي والمدعي عليه، ففي هذه الحالة الدعوة الإلغاء يمكن أن تقام بشكل استثنائي. هذا فيما يخص الدعوة الإلغاء. لكن ما هي العيوب التي يمكن أن تكون في دعوة الإلغاء التي تشوب القرارات الإدارية التي تسمح بإصدار حكم لإلغائها؟ قلنا أهم شيء أهم عيب هو تجاوز الإدارة للمشروعية، أي انتهاك قاعدة
منظمة قاعدة قانونية معينة، سواء نظام عام أو موسوم أو قانون. وفي هذه الحالة القضاء الإداري يستطيع أن يحكم بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة إذا كانت مشوبة بأحد العيوب التالية: إما عيب الاختصاص بالنسبة للدائرة إذا لم يكن من اختصاصها إصدار مثل هذا القرار، أو فبالتأكيد سيكون القرار غير مشروع، ومن حق المتضرر أن يقيم الدعوة استنادا إلى عدم الاختصاص والقضاء الإداري يحكم بذلك. العيب الآخر مخالفة الإجراءات، كما قلنا القانون قد يتطلب إجراءات معينة باتخاذ القرار، وتتجاهل الإدارة هذه الإجراءات الشكلية، فأيضا تعرض نفسها للمقاضاة وإلغاء القرار. والعيب الآخر هو مسألة إساءة استعمال السلطة وتعسفا وتجاوزا، والعيب الآخر هي مخالفة القوانين وتجاوزها جهرا وانعدام الأسباب. هذه هي العيوب التي أتوقف عليها، إن شاء الله نشرحها في المحاضرة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.